السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال، ويتجدد اللقاء في حلقة جديدة من برنامج هذا ديننا. الإنسان لما بيجيله رسالة على موبايله ما بينامش إلا لما يقراها، ولو كانت الرسالة بلغة أخرى وهو مش عارف تلك اللغة بيحاول يشوف حد يترجم له هذه الرسالة، ما بيسكتش إلا لما بيعرف محتوى هذه الرسالة. والمسلمين نزل عليهم رسالة من 1400 عام، الرسالة المحمدية، ولكن هذه الرسالة كثير منا لم يكلف خاطره ليقرأها. إلى الآن الكثير لم يفهم معنى الرسالة ولم تحدثه نفسه ليقرأ هذه الرسالة. حول الرسالة المحمدية وخصائص الرسالة المحمدية ستكون حلقتنا اليوم مع فضيلة الشيخ علي مصطفى واعظ بالأزهر الشريف. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذي. كل سنة حضرتك طيب وأنتم بألف صحة وسلامة يا رب. السادة المشاهدين بخير وسعادة. فضيلة الشيخ، لما بتجينا رسالة ما بنسكتش لما بنقراها، صحيح، ونشوف الرسالة دي بتحزننا ولا بتفرحنا، فيها إيه، بتحتوي على إيه، وبناخد كل كلمة في هذه الرسالة ونبتدي نفندها ونبتدي نمحصها ونبتدي نشوف الرسالة دي بتقول إيه والكلمة دي بتهدف لإيه. لما بنيجي للرسالة المحمدية التي جاءت إلينا سهلة ميسرة، لقينا القرآن ولقينا السنة ولقينا كل حاجة بين إيدينا، أصبحنا نضيع هذه الرسالة. كثير منا لا يكلف خاطره أن يقرأ هذه الرسالة، وهذه الرسالة متمثلة في القرآن الكريم والسنة المحمدية. حول هذه الرسالة بنشوف إن إحنا مقصرين اللي إحنا نقرأ هذه الرسالة التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 عام، وكانت هذه الرسالة بمثابة نقطة تحول بالنسبة للعصر الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل بالمسلمين الحال يكونوا مليارات من المسلمين. رسالة واحدة نزلت على نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، وواجه بها العالم كله، واجه العالم كله بهذه الرسالة، وعمل الكثير والكثير حتى يفهمنا تلك الرسالة. حول الرسالة المحمدية ستكون حلقتنا اليوم إن شاء الله. اللهم المستعان. مبدئيا كده بنقول، شايف حضرتك إحنا قرينا الرسالة صح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الرسالة الخاتمة التي أنزلت على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر وينذر، يبشر أهل الحق وأهل الخير فيزدادوا من خيرهم، وينذر أهل الباطل فيقلعوا عن غيهم وعن طريقهم المعوج. هلا إن الرسالة المحمدية أو الرسالة الإسلامية بمعناها الشمولي هي رسالة ربانية. ربانية الرسالة دي من أهم المميزات التي تميزت بها هذه الرسالة العظيمة. طب ما كل الأنبياء من قبل كانوا ربانيين، ولكن خصيصة هذه الرسالة في أن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظها ولم يكل هذا الحفظ إلى أحد من الأمة، خلافا لمثلا رسالة اليهود ورسالة الرسالة إلى النصارى، التوراة والإنجيل. قد عهد ربنا عز وجل حفظ هذه الكتب وما تضمنته بعدها لهذه الأمم، فربما بدلوا وربما حرفوا، ربما عن قصد وربما عن جهل وربما عن تناسي وربما عن عدم فهم، وده اللي حاصل للأسف الشديد. إنما نلاقي الربانية متمثلة في أن القرآن والسنة قد حفظهما الله سبحانه وتعالى. ومن العجيب بل ومن الجميل الذي يعطي للنفس البشرية ثراء عظيما في هذه الرسالة وفي قدسيتها وفي مكانتها وفي منزلتها، أن الله سبحانه وتعالى الذي عهد بحفظها
نجد أنها لم تتبدل. مصحف بتاع سيدنا أبو بكر الصديق إلى الآن موجود. المصحف ده الجمع الأول للقرآن بعد وفاة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مفيش حرف نقص، مفيش حرف زيادة، مفيش كلمة زيادة، مفيش صورة قبل صورة أو بعد صورة أبدا. المصحف بتاع سيدنا عثمان وده بعد مقتله إلى الآن موجود وعليه قطرات دمه رضي الله عنه وأرضاه. هنلاقي إن هذا لم يحدث تغير في مثل هذا. هنلاقي إن حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتمامه موجود في كتب السنن في مظانها الرئيسة، في مظانها السليمة، صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم. بشر ولكن قيدهم الله في جمع هذه هذه السنة النبوية المطهرة. جميل أوي لفظ قيدهم الله سبحانه. صحيح. أصلي يا أستاذي يا دكتور هاني، هنلاقي في حاجة عجيبة. إن اللي جمع السنن مش عرب. مين العربي اللي فيهم؟ اللي سيدنا الإمام الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، ده عربي. الإمام مالك، إمام دار الهجرة، صاحب الموطأ. طيب بقية البخاري، البخاري من بخارى، مسلم من خراسان، الإمام الترمذي، كلهم في أوروبا، كلهم أجانب، كلهم خواجات. سبحان وإذا الله. بهم يتقنوا اللسان العربي. سبحان الله. حبا في الرسالة. الله الله. ده تقييد من ربنا. ما هو ده الحفظ بقى. ما هو ده الأمر العجب. إن مش أنتوا يا عرب، لا، أنتوا هتكونوا سبب، ولكن الله سبحانه وتعالى هو المسبب. وده إعجاز. إعجاز. جنت جنود بقى. الله. ولله جنود السماوات والأرض. أيوة أيوة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. إلا هو سبحانه وتعالى. سيبويه مش عربي. صاحب اللغة. أيوة. أستاذه عربي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ولكن هو سبحان الله يضرب به المثل في إتقانه وإحسانه وإجادته للغة العربية. فهو ده، هي دي ربانية المصدر، ربانية الرسالة المحمدية التي أنزلت على قلبه صلى الله عليه وسلم. حضرتك بتقول كده إن من خصائص الرسالة المحمدية ربانية الرسالة، مصدرها من الله. بقول كده إن هي أولها ربانية سبحانه وتعالى وعز وجل. ودي خليها فيها كلها تناغم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مش بسيط. أيوة. كتير. لأن النفس البشرية والعقل البشري قاصر. إن هو أصلا لو أن إنسانا تفرد بمثل هذا هذا الكم والعدد 30 جزء بهذا الترتيب وهذا النسق العظيم، الحديث النبوي الشريف، ألوف الأحاديث بدون التكرار، هذا الترتيب لو إنه من صنع البشر ممكن يحصل مع الكثرة، ممكن نادرة. طب ولو حصلت يحصل تعارض وتضارب. ده الكاتب في زماننا وفي عصرنا أو في أي عصر يكتب في أول حياته كتاب، في أوليات حياته كتاب بطريقة وأسلوب معين، في وسطها ربما خالف الأصل. أصله هو اللي تربى عليه ونشأ عليه، وكان ده ديدنه وكان هديه وكان طريقته في وأسلوبه الراقي العالي، تختلف أسلوب كتابته في أخريات، وتقرأ الكتاب تقول ده في أخريات عصر فلان الفلاني، ده كان في بداياته، ويكتب طبقا للحالة التي هو عليها مزاجية. النهاردة هو حالته النفسية مرتاح، اقتصادية، هيكتب حالته النفسية مستاء. هم ليه الناس بتوع الأندلس كده كانوا رايقين وفايقين؟ الدنيا جميلة عندهم. حتى بنشوف إلى الآن معمار الأندلسي من أعلى أنواع المعمار. ليه؟ الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصاد بتفرق وتأثر إيجابا وسلبا على الناس. العصر العباسي غير العصر المملوكي غير العصر الأندلسي غير العصر الأموي وهكذا. يؤثر إيجابا وسلبا. وإنت قريب من الناس من السلطان ولا لا، إنت بعيد عنه ولا لا، إنت طيب. سبحان الله كل ده أثر. نرجع تاني للرسالة المحمدية، الرسالة المعجزة، الرسالة الخاتمة التي نزلت على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. نزلت على القلب لتكون من القلب إلى القلب. وده أسهل طريق. ما خرج من القلب
سرعان ما يصل إلى القلب. هو عن طريق الأذن، ولكن سبحان الله لما تدخل كده تشنف الأذان وتجعل كده في حلاوة وفي طلاوة وفي مدد وفي نفحة وفي صلة بين الراسل والمرسل إليه من خلال الرسالة. تقرأ الآية القرآنية، تقرأ الحديث النبوي الشريف، تحس كده أن في تمازج جميل وبديع من ربنا عز وجل، مش مجرد أمر لمجرد الأمر أبدا، حاشاه سبحانه وتعالى، لا، بيأمرك لأنه بيحبك، بيأمرك لأنه عاوز لك الخير. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهتلاقي أني شوف الرسالة ده فحوى الرسالة، رسالة عاوز يوصلها للقلب على طول. فإذا نزلت على طول على قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. فضيلة الشيخ، لما بنلاقي هذه الرسالة في بدايتها كانت ليها مؤشرات وليها نبوءات إن هناك رسالة في آخر الزمان ستكون هي الخاتمة للرسالات كلها، ولكن نرى أن البعض استعد لهذه الرسالة والبعض كان لا يعي هذه الرسالة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أن نزلت هذه الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ أن ينذر عشيرته الأقربين، ونجد أن الأقربين للرسول صلى الله عليه وسلم نفروا من تلك الرسالة، وأن الضعفاء هم الذين استجابوا لتلك الرسالة. عايزين نشوف الفرق بقى بين وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم وأقارب من الدرجة الأولى، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يستمعوا للرسالة جيدا، بل ناهضوا تلك الرسالة وحاربوا تلك الرسالة، والضعفاء الذين نزلت على قلوبهم تلك الرسالة كانوا عونا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الشباب حين نصر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب كانوا نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. فعايزين ندور حول هذه الخاطرة، لماذا نفر من تلك الرسالة وهم أقربون للرسول صلى الله عليه وسلم وتجاوب معها الضعفاء؟ هل هذا من فضل الله على هؤلاء؟ اللهم صل على سيدنا النبي وآله. تخيل بقى أن النجاشي وأن القادة الكبار قادة الروم والفرس يسألوا هذا السؤال لعمرو بن العاص ولمعاوية بن أبي سفيان، من الذي يتبع هذا النبي؟ العظماء أم الضعفاء؟ فقالوا الضعفاء. فقالوا إذن هذا النبي يدعو إلى المحامد وإلى الأفاضل. ليه؟ لأن أنت ضعيف، رقيق القلب، حاسس بيهم، الله، انت وصلت له، انت وصلت له، طالما وصلت للطبقة الدنيا ديت يبقى انت وصلت، انت جاي من القاع، مش من فوق، مش من القمة، لا، ده انت جاي من تحت. فده مؤثر، وده أمر إيجابي وأمر صحي جدا للرسالة، لأي رسالة ولأي حاجة في أي مجتمع. لما تطلع كده من القاعدة إلى القمة أعرف النجاح حليف هذه الرسالة أو هذا المجال أو هذا الأمر أو هذا الداعي. فأشرت حضرتك نقطة مهمة، ربنا يأمر الأول، لأن دايما كده وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لازم الأقربون أولى بكل معروف. فربنا يقول وأنذر عشيرتك الأقربين. القرابة المقصود مش المقصود بها بس القرابة النسبية، لا، قرابة في المكان، في السكن، في المكان، في الزمان، قرابة من القلب وفي العقل. يعني سيدنا النبي نقي الناس، لذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم ما دعاش عموم الناس أبدا، لم يصعد على جبل الصفا إلا بعد مرور 3 سنين. ليه؟ خلاص أسس واحد كده بيعمل الهوى جامد قوي وعاوز يعمل يولع شوية نار، في بداية النار ضعيفة جدا، لو لازم يداري عليها، دار عليها وكبرت النار خلاص بقى، وبقت فيها ما شاء الله كتل من النار كده كبيرة حجم، خلاص الهواء مهما اشتد هتدفي المكان كله، وعمره ابدا ما يأثر فيها، بل بالعكس هي تأثر على الجو، والجو مش هيقدر يأثر عليه سلبا، هي اللي تأثر عليه ايجابا بان تشيع وتنشر الضوء والدفء. سبحان الله. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو الحصفاء اللي عندهم عقل، فيقول
أول من أسلم سيدة خديجة. أعقل الناس، مش هي اللي مختارة سيدنا النبي؟ في أعقل من كده؟ أصغر منها صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلم نفيسة اللي هي شغالة معاها، أو يقال إنها قريبتها، بنت أختها وأختها يعني. فإذا بالمرأة الحصيفة نفيسة تعلي من شأن السيدة خديجة، فتذهب هي إلى سيدنا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب ما كانش لسه بقى رسول، يا محمد عنده 25 سنة أو 24 سنة، لما لم تتزوج بعد؟ فيقول لها قلة ذات اليد، أنا يعني على قدي. وبعدين ومن هي الزوج؟ يبقى إيه عنده مشكلتين، اختيار الزوجة الصالحة، تاني حاجة الأمر المادي والاقتصادي عشان ينشئ حياة وأسرة اجتماعية ملائمة صلى الله عليه وسلم. فهي تقول له وما بالك، وما رأيك في خديجة؟ إيه رأيك في خديجة؟ يعني خديجة، فسيدنا النبي كده يصفها بأن شيء عالي. تقول له إيه؟ سأكلمها لك، مع أن هي اللي مكلماه. بس شوف الفطانة، لأن دايما المرأة مطلوبة مش هي الطالبة. فتروح لسيدنا النبي وتخليه هو الطالب، تخلي الأمر إيه؟ العدل بتاعه، الصح بتاعه، تعمل اتزان، تعمل اتزان للأمور كلها. الله. فتذهب إلى خديجة وتطلب لسيدنا رسول الله يدها، ويحصل الأمر. فهي أحصف الناس وأزكى الناس. ولما جاءها ميسرة بالخبر، لما قابل نسطور في الطريق وقال له من هذا؟ قال محمد بن عبد الله، قرشي هاشمي مكي. قال والله لم يجلس تحت هذه الشجرة إلا نبي. وبعدين شايف الايه الغمامة تظله، اذا ده حد عالي قوي، ده السماء مهتمة بأمره صلى الله عليه وسلم. الله، السماء مهتمة. فقال لك ده فرجع على طول بتسأله ايه الأخبار عشان بيع وشراء وتجارة. فقال لها ما هو أعلى من التجارة، وهو أن محمدا سيصير رسولا لله عز وجل عليه الصلاة والسلام، من خلال كلام الراهب نسطور. فأزكى الناس خديجة، أول واحدة تسلم وبناتها، وسيدنا علي اللي هو إيه متربي في بيت النبوة، دول أزكى الناس، كافر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. متربي، ما هو سيدنا النبي عاوز يرد الجميل لعمه أبي طالب. أبو طالب راجل مش غني وعنده أولاد كتير. طب ده سيدنا النبي تربى معاه في هذا البيت ومع زوجته اللي هي فاطمة، زوجة أبو طالب اسمها فاطمة اللي هي أم سيدنا علي. فحب يرد لهم الجميل، ياخد إيه ولد من عندهم يعيشوا معاه، يطلع مع أولاده صلى الله عليه وسلم. شفت الكفالة بقى هنا. الله. أدب. أدب جم. احترام ليس له نظير من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام. فيربي سيدنا علي. فينشأ علي في بيت النبوة كأنه واحد من الأولاد بكل أدب. فيسلم من أوائل الناس، ثم يسلم أبو بكر الصديق. وعلى دي ستة من الايه من العشرة المبشرين، منهم عثمان والزبير، يسلموا على يد أبي بكر. دول الحصفاء اللي قامت عليهم الرسالة. دول الايه الشرذ الأول لهذه النار العظيمة التي ملأت الدنيا وشعاع خير وبركة وهداية ونور. فبدأت، يبقى إذن الأقربون مش الأقربين يقربين في القرابة النسبية زي ما حضرتك قصدت كده، أبو لهب وغيره، لأن لو هو ده المقصود كانوا أسلم. لكن ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يدعو حصفاء الناس. وبالفعل خلاص اشتد الأمر، ثلاث سنين دعوة سرية في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك يصعد على جبل الصفا فيدعو الناس ويعرف الناس بالخير صلى الله عليه وآله وسلم، ويتلقى بقى هو من معه من الصحابة رضي الله عنه، وبلال يسلم وسمية وعمار وغيره 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 من الضعفاء، وخباب بن الأرت، جمع غفير من الناس. وتبتدي بقى، ودول اللي يؤثروا، ودول اللي يبنوا، ودول اللي يتحملوا. لأن دايما الغني ما يتحملش زي الفقير، ما عندوش جلد، إنما تعالى كده للعبد، ده العبد ده سيده مطلع عينيه ويتحمل ويتحمل ليه؟ للدنيا. طيب بقى لما سيده سبحانه وتعالى يأمره ويعده بالآخرة والجنة، ده يتحمل ويتحمل ويتحمل لأنه متعود. فضلتك يعني حضرتك أشرت الكلمة كده وإحنا بنعدي على ما سبق، وهو
زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، وأشرت لأن السيدة خديجة هي التي يعني بدت بأن هي طلب سيدنا النبي، ولكن بأدب ولكن عن طريق بعض الحيل النسائية زي ما بنقول، أن تتقدم واحدة وتلمح للنبي صلى الله عليه وسلم. ده بيدينا يعني مرجعية كده، وبناخد من هذا أن يجوز في عصرنا أن المرأة ممكن اللي هي لو رأت رجل على خلق ودين وحاله بس مش ميسور الحال، ولكن يتمتع بالخلق والدين والأخلاق العالية، ممكن اللي هي ولو كانت برضو ليها ظروف أرملة أو مطلقة، اللي هي ممكن تتقدم لخطبته عن طريق أحد الناس برضو، أو أحد الخطبة زي ما بنقول اللي هي كانت زمان. بنشوف على شبكات التواصل في ناس شغالين الموضوع ده وقت الخطبة يعني. هل ممكن يجوز شرعا أنه ممكن عن طريق هذه اللي بنشوفه في الطبعيات السوشيال ميديا أنه ممكن يتم هذا الزواج؟ اللهم صل على الحبيب وآله. الأمر مختلف تماما عن أمر اللي حصل مع سيدنا النبي مع السيدة خديجة. احنا قلنا السيدة خديجة من الخصفاء النجباء، زاكية في قومها. الأمر مش كده دلوقتي. ثانيا الوسيط مش زي نفيسة، ما شوف الذكاء بتاعها يا خديجة، ما قلتلهاش اعملي كيت ولا كيت أبدا، إنما نفيسة هي من ذكائها ومن حنكتها ومن ضربتها فعلت ما فعلت، وجعلت رسول الله وكأنه هو الطالب اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام، عشان تعدل الأمر وتخلي الأمر ماشي في مساره السليم السوي. لو بصينا في زماننا لا، ده بيحصل. أولا هات صورة يا أستاذ علي عشان نحطها لك كده، ايه بروفايل ليك علشان تتقدم لو في اي حد انت عاوز تتجوز. ايوه عاوز اتجوز. طيب فاجيب احسن صورة ومعدلها ومظبطها. تمام، يبقى انا كده عملت ايه في الاول؟ مش حقيقة الصورة بتاعتي، مش هي صورتي. ده انا عامل فيها مش اقول لك بقى تعديلات وفلتر. الفلتر الموجود دلوقتي اللي تخلي سبحان الله الشكل بالفلتر مغير تماما 180 درجه بيضيع بيعملوا هنا وهنا. ايه ده تقول ايه ده سبحان الله، مش هو ده، مش هي دي. فتخيل من البدايه في ايه؟ في غش، في غبن، في تزييف. طب ينفع؟ يبقى ادي البدايه ما بني على باطل فهو باطل، يبقى الاساس صوره خاطئه. طيب تعالى انت شغال ايه؟ هو لقى مثلا اللي متقدم لها مثلا ايه اهلها ناس كويسين وما شاء الله، وحس ان هي متدينه فيدخل لها من باب التدين، هو تدين مزيف بالنسبه له برضه. ده انا بصوم اثنين وخميس، ده انا مش عارف ايه، ده انا بتصدق، ده انا بصلي الوقت بوقته، ده انا بحرص على الصلاه في الجامع. كذب وتزييف، جالنا مشكله بنفس الصوره دي كده. البنت لقت واحد شاب كويس وتحسبه على خير واتقدم له، وهو خطيبها بيصلي مع والدها في المسجد، يشوف ويتصل بيها كده، يا فلانة بابا بيصلي في مسجد الفلاني النهاردة. يقول والدها بقى يقول لي والله يا عم الشيخ علي ده الولد يجي ويروح داخل جنب، ازيك يا عمي عامل ايه يا عمي، هتصلي انت ولا صلي انا، يصلي كمان امام. طب بعد ما اتجوزوا تقول لي ما شفتوش خالص في المسجد وحصلت المشاكل لان هو بدا هو بيغريها. ايوه مش حقيقي، اغراء مزيف عاري عن الحقيقه. فاذا اللي حصل ايام سيدنا النبي كان في صدق، في مصداقيه. فلو انه حصل تلك المصداقيه بقت الامور دي جميله ومشروعه. اذا لابد من المصداقيه طبعا. طب والحاجات دي تفتقد للمصداقيه في زماننا المعاصر للاسف الشديد. طب هناخد اول اتصال ونرجع لحضرتك. مستعان. استاذه ايمان اتفضلي معانا اتصال. طيب نعود الاتصال بالاستاذه ايمان تاني، شكرا لك. اذا لابد من المصداقيه عشان الموضوع ده يتم الان، لازم يكون هناك مصداقيه من الرجل ومن الاثنين طبعا. طيب ما يكونش في تدليس ولا غش، يكون في وضوح وصراحه ومصارحه. طيب. وابتغاء مرضات الله في الاول والاخر. اي عمل الانسان يبتغي فيه وجه الكريم العمل ده جميل وربنا بيبارك فيه. انما اي عمل داخل بقى اصل هي غنيه، اصل هي حسيبه ونسيبه، اصل هي مش عارف، والعكس اصل هو، وابتدي يضحكوا على بعضهم. فتره الخطوبه دي فتره الغش والتدليس.
المفروض انا بقرب من 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 زوجتي المستقبليه. هو وعد بالزواج وليس زواجا. ولكن الحقيقه اللي احنا بنعمل ايه؟ بنزيف. بلبس احسن حاجه عندي، بعمل احسن حاجه، بصرف عليه اكتر مصاريف. طب وبعد الجواز مفيش كل ده؟ غلط. فضلت الشيخ الرسالة المحمدية، الرسالة الله المحمدية نرجع ليها تاني. نرجع تاني، احنا كنا على هامش هذه الرسالة، ولكن بنرجع للرسالة تاني وبنشوف ان الرسالة المحمدية اثرت في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثير ايجابي. بمعنى كانوا يعيشون في عصر جاهلي، شرب خمر، وأد نساء، كل ما تشوفه من عوامل سيئة وسيئات وشرور كان في هذا العصر. ولكن بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتبدل الحال من الحال إلى المحال. وأخبر حضرتك يعني بنشوف إزاي هذه الرسالة جعلت القلوب التي كانت في الجاهلية لتكون قلوبا مسلمة مؤمنة بربها سبحانه وتعالى. بنتعجب لما بنقرأ نشوف أحد من الصحابة كان في العصر الجاهلي كان إيه، وبعد الإسلام كان إيه. بنشوف نموذج من النماذج سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كان محاربا للإسلام في بدايته، وما أن قرأ بعض آيات من الرسالة المحمدية لمست قلبه في لحظات يحصل العجب العجاب، يتغير الحال من حال إلى حال. ناخد نموذج من النماذج الذي أثرت فيهم الرسالة من السلب للإيجاب. سبحان الله، من صدق الرسالة وصدق الداعي صلى الله عليه وآله وسلم. و طب هناخد الاتصال ونرجع لحضرتك. بس ما تنسى إيمان، اتفضلي. إيمان معنا؟ ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا بنتي كان عندها حوالي 18 سنة كده أو 20 سنة. أيوة. فكانت فكانت في الحمام بتستحمى. أيوة. فجأة كده طلعت لنا لمؤاخذة كده من غير حاجة. من غير حاجة كده. وتقول لي بيخوفوني بيخوفوني، وتصوت وتقول لي شفت أشكال وحشة خالص. المهم راح اتصلت بوالدها، جه راح قعد يقرا لها المعوذتين وكده، وخلصنا على كده. وبعدين وبعد كده بعد فتره، بعد ما اتجوزت برضو حصل لها الموضوع ده، زي ما تقول رشه ميه نار في الحمام وكده ولا ايه. سمعت حد بيصوت. ايوه. فاحنا ايه مش عارفين ايه النظام ده، يعني زي ما يكون في حاجه في مخها كده مش عارفين، وخايفين نروح للدجالين مستحرمين، مش عارفين نعمل ايه بالظبط. طيب حاضر، يعني حالتها دلوقتي ايه؟ ايه الحاله اللي هي الحاليه ايه هي بالنسبه لها؟ حالتها دلوقتي تقول لك لما بشوف الحمام يعني بتخاف منه، زي ما يكون بعد ساعات بتبقى مش بدماغها. خلاص يا حاضر، اسمعينا وفضل الشيخ هيجاوبك وربنا يشفيها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك، تابعينا وهنقول لك الاجابه. شكرا ليك يا فندم. فضل الشيخ، برضو من الحاجات المهمة طبعا احنا على هامش هذه الحلقة، من الحاجات المهمة برضو اللي بتأثر في مجتمعنا دلوقتي والناس، هذه المواضيع اللي احنا بنشوفها يعني للأسف. صحيح، بنشوفها برضو، وده برضو يعني مقترن بحديثنا عن الرسالة طبعا، بان احنا بنشوف بيطرق على الرسالة المحمدية بعض الحاجات التي تحاول تشويه هذه الرسالة، وبيشوهها بعض الناس اللي هم بيتخذوا هذا الموضوع من باب الدجل ومن باب الشعوذة ومن باب اللي هو شايف دجل ولا غيره. لا يعني انا بقول لك يعني هي خايفه تروح على لما بتسمعه. أيوة، الحاجات اللي بتسمعها هي خايفه تروح منها. جميل. ولكن هي بتشوف ان هناك رقيه شرعيه، وهناك ايات للسكينه، وهناك علاج امر به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بدايه عاوزين نشخص الامر، نشخص الامر عشان نعرف العلاج ايه. يعني نشخص الحاله ايه. الحاله بتقول ان هي بتأثر عليها لما بتخش الحمام، بتشوف بعض الحاجات، وهو ممكن يكون نوع من انواع المس. هي قالت مرتين. حصلت مره وهي عندها 18 سنه، وعاودها الامر تاني بعد زواجها. فنصلي على سيدنا الحبيب اللهم صل عليه. الانس والجن. عالم الانس وعالم الجن. من الجن ما هو مسلم، من هو مسلم، ومنه ما من هو غير كافر. طبعا، وان منا المسلمون ومنا دون ذلك. فده عالم. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. عايشين معانا. قاعدين معانا. المسلم بيصلي، سيدنا النبي كان بيفسح ليه
المجال في المسجد. نهى عن الصلاة بين السواري، بين العمودين في المسجد. قالوا لما يا رسول الله؟ قال فإنه مكان إخوانكم من الجن. فإذا هم عايشين وشايفيننا، فينفع إن أنا مثلا أغير قدام حد شايفني من البشر؟ لا طبعا ما ينفعش. طب ينفع أغير قدام حد من الجن؟ برضو لا طبعا ما ينفعش. طيب إيه اللي أنا هخليني يسترني عن أعين الجن؟ قولي قبل خلع ملابسي بسم الله. سيدنا النبي علمنا كده، اللهم صل عليه، قال ستروا أعين الجن عنكم قولكم بسم الله. يبقى أنا وأنا بخلع هدومي قاعد لوحدي في الأوضة، دخلت التويلت، دخلت الحمام، بسم الله اللهم، قبل ما أدخل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الأذكار دي مهمة جدا، الأذكار دي مهمة جدا. أنا بعوذ بالله، بألوذ بالله سبحانه وتعالى عشان ما فيش حاجة تأذيني. فأنا وأنا لسه بخلع هدومي أقول بسم الله، خلاص كده هو الجن خلاص كده بقى في ساتر بينه وما بيني، مش هيشوفني. عملت وقاية بينك وقاية ساتر منيع ببسم الله سبحانه وتعالى. إذا سميت اسم الله سبحانه وتعالى قبل خلعي لملابسي أو لبسي لملابس أخرى، فأنا كده قفلت الباب على الإيه؟ على الجن خلاص. فالمشكلة في إيه؟ إن الجن يبص لي أو الجنية تبص لي، دي مصيبة كبيرة. فأنا حجزت الأمر ده وقطعته بإيه؟ ببسم الله. طب الأمر اللي حصل في الحمام أو برضو شيء من ذلك، هي شافت إيه؟ شافت حاجات لأنها أصلا لم تسمي اسم الله عز وجل قبل دخولها الخلاء. قبل ما تدخل الحمام ما سمتش الله سبحانه وتعالى، ما فيش حتى السكينة والهدوء النفسي عندها. فلما دخلت رأت ما رأت. كان لسه من أسبوعين واحد بيصلي جنبي في المسجد، وفجأة جاله تليفون، أنا خلاص خرجت لقيته جاي يندهلي بسرعة. قال لي حفيدي الصغير، طول ربنا يحفظه وبارك له، ماله؟ قال لي دخل الحمام وخرج بيجري وبيعيط مش قادر، بيقول لي ابعدوه عني ابعدوه عني. ايه يا عم الحاج ده؟ قلت له طيب، اتصل بمامته تاني اللي هي بنت الراجل ده. ايوه ايه اللي حصل؟ اديني احمد. راحت مكلماه والواد مفطور من العياط، طفل صغير عنده 6 سنين، ربنا يحفظه ويحفظ جميع اولادنا يا رب. اللهم امين. طيب شفت ايه يا حبيبي؟ بيكلمني بقى الولد، شفت كذا وكذا وكذا. طيب هات ماما اقرأي له يا ستي. اول حاجه شغلي له قران في ال واحد مشغل القران، اقرأي له بقى الفاتحه، يبقى الست تسمعني الحاجه ايمان كل ربنا يحفظها دلوقتي. ايوه فاتحه الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، دي رقيه. سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذهب في مكان وكان زعيم هذه القبيله، كان يعني لديغ حاجة أصابته، فقالوا هل منكم من راق؟ فسيدنا أبو سعيد وكان عاوزين يأكلوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال لهم نعم، ولكن تجعلون لنا جعلا، لو حصل وإحنا ربنا جعل في أيدينا الشفاء تدونا إيه حاجة؟ قالوا حاضر، نجعل لكم هذا الوادي من الغنم. وفي رواية ادوهم حوت سمكة كبيرة. سبحان الله. فأبو سعيد قرأ إيه؟ قرأ الفاتح على هذا الرجل فبرئ بفضل الفاتح، بفضل الله وقراءة الفاتح. طبعا قراءة الفاتح طبعا. في حاجات تانية هناخدها حضرتك سيدنا النبي، بس ناخد الاتصال ونرجع. طب يروح لسيدنا النبي ابو سعيد رضي الله عنه ويحكي له القصه عشان يعرف هياكل حلال ولا حرام ده يا سيدنا النبي. يقول له وما ادراك انها رقيه. يبقى اذا الفاتحه عندنا ايه؟ الكرسي دي ايه حاجز وستار بينك وبين الجن. خاتم سوره البقره، المعوذات قل الله احد، قل اعوذ برب الفلق، كله اضرب بالناس، وصلي على سيدنا النبي، كل شيء تمام. قلت للراجل تاني ايه الاخبار؟ كله تمام يا عم الشيخ. اللهم صل على سيدنا النبي. هناخد نعمه ونرجع لحضرتك تاني. استاذه نعمه اتفضلي. الو استاذه نعمه اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال حضرتك. حضرتك انا متجوزه بتاعي. ايوه يا فندم ماشي تمام. ايه بتاعي ده؟ عندي اخت جوزي وكده بتفضل نايمه طول النهار ما بتعملش حاجه، وانا بعمل كل حاجه ده كله بشتم واهانه واذيه قلب. وما كانت ستني طبعا هو عنده فرق. طب اقف في حته بس فيها شبكه عشان مش سامعك كويس. معاك حضرتك سامعني كده؟ ايوه يا فندم.
معايا طفل عنده مريض سرطان وعنده فرط حرق، يعني عايز ان هو يشددني هو بس. ربنا يعافيه يا رب. امين يا رب. ماشي حضرتك ما تعملش معايا حاجه خالص، وبعدها له هنا وقولي كذا، لو اديتها مرات اخوكي تفضل تشتم وقولي كذا. طب وزوجك ايه؟ وانا مش عارفه دلوقتي اقول لجوزي ولا ايه، ما اقول زي زوجك بيعاملك ازاي يا نعمه؟ كويس معاكي؟ طب نعمه، نعمه فصلتها، تابع معاها. ماشي، هو طبعا بنشوف الحاجات ديت برضو من الحاجات السائده في مجتمعنا، البيت للأسف. العيله، وكان بيت العيله زمان بيختلف عن الان، كان احتواء يعني كان ومحبه. احتواء العيله، صحيح. الابن يتزوج مع امه وابوه وياخد اوضه من وكانت الشقه الناس ويقعدوا، بتفرح. وكانت الناس فرحانه. أيوه. اهل العريس واهل العروس صحيح فرحانين بهذا التجمع. الان بنشوف برضو في بيت عيله وكل حاجه، وفي بيوت طبعا جميله وعايشه ومستقره، ولكن وقليل هناك ما هم. وقليل ما هم زي ما حضرتك بتقول، للاسف. ولكن بنشوف زي ما نعمه بتقول دلوقتي، هي اخت الزوج نايمه على طول، وهي اللي بتعمل كل حاجه في الشقه، ربنا سواء يكرمك بتعمل في نعمة شقتها وينعم او في عليك. بيت العيله او في شقه العيله، فبيبقى الامر عليها يعني شاق شويه. هل تقول لجوزها ويبتدي جوزها يحصل مشاكل بينه وبين العيله، ويبتدي ما اصل هي لو قالت لجوزها ممكن يكلم اخته ويحصل مشاكل، ويبتدي المشاكل تزداد بدل ما كان مع اخته بس، هيبقى مع مامته وباباه والعيله هو كلها. والزام عاقل. فهي تعمل ايه بقى؟ حلها ايه؟ اللهم صل على سيدنا النبي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. طبعا دي من الامور الشائكه والكثيره من عموم البلوى في هذا الزمان. يعني طبعا احنا ما جبناش بنتنا عندكم خدامه، ده اولا. واذا عملت حاجه جزاها الله خير، ده من ادبها ومن ذوقها تمام، ان يبقى احنا عاوزين نعرف الاسره كلها. بنتنا عندكم مش عشان تخدم ولا عشان وعنين، هتخدم تقولوا لها شكرا جزاك الله خير ميرسي، اي كلمه حلوه. انما هي بتقول بتعمل كده وتهان ويساء اليها. طب ازاي؟ هل جزاء الاحسان الى الاحسان؟ فعقلا ده كده في امور غير طبيعيه. ناس انا بحسن اليهم، المفروض هم يبدلون الاحسان ده احسان، مش الاحسان اساءه ابدا. فانا بعمل لك او ليكي او لوالدته، طبعا والده الزوج دي امها في حكم الام، والد والده في حكم الوالد، ودي زي اختها برضه. فالمفروض ان هي يبقى في شيء من الصراحه والشفافيه، لان اللي عندها ده شوف هي اتصلت بينا ليه يا استاذنا؟ من الضغط اللي عندها. فاحنا مش عاوزين الامر يسوء اكتر من كده، وتيجي بعد كده ترفع دعوى خلع، ولا ترفع طلاق للشقاق، ولا طلاق للضرر. طب ليه يا بنت الحلال؟ طب ليه نبوظ الاسره دي؟ عشان ايه؟ ما كانش في ما بيننا مساحه من الشفافيه، مساحه من الاخذ والعطاء في الكلام. لازم يبقى في حوار بناء، حوار هادف. يبقى هي لازم تكلم زوجها بس بطريقه كويسه، يعني الاحتدام اللي كانت فيه، طبعا هي انا يعني حاسس بيها، ربنا يحفظها ويبارك فيها، وحاسس ان الامر ده ضغط عليها شديد جدا. ولكن لما تيجي تكلم زوجها تقول والله انا النهارده مثلا روقت وعملت مثلا لماما اللي هي مامته يعني، او ليكم في البيت، وحصل للاسف ان اختك قالت لي كذا وكذا، انا بس بعرفك للمعرفه عشان بس برضه يبقى عارف، لان هو مش هيقبل ابدا، مفيش اي حد ابدا عاقل يقبل ان زوجته تتهان، خاصه كمان ان هي لم تسيء الى احد، ما سائتش لاي انسان، لا الاخت ولا الام ولا لابيه. فاذا لازم يبقى في شيء من المكاشفه، تعرفوا عشان بس ده تعرفوا الامر الواقع، وعشان هي تهدى نفسيا. يعني هي اظن ان هي ارتاحت نسبيا لما كلمتنا، هترتاح اكتر لما زوجها يسمع لها. لما زوجها مش لازم، احنا مش بنقولها نعمل خناقه، ايوه اصل خلاص ده امر واقع، واحنا وهي ارتضت بيه واسرتها ارتضت بالامر، تصبر كمان. ما طبعا ما هي تصبر، بس تصبر على اساس يا استاذي. ايوه يعني بدون خنوع، بدون، احنا عاوزين الاسره تمتد الى ابعد مدى. أيوة. عاوزين تربيه نفسيه، اصل هي لما تبقى في لود في ضغط عليها نفسي، صعب جدا ان هي تبني اسره. ان هي حتى تروق كده باريحيه وبصفاء وكذا، دي مشكله كبيره. فاحنا عاوزينها نفسيا تبقى كويسه، لازم يبقى في مصارحه ما بينها ما بين زوجها. الصبر طبعا والامور دي جميله، بس على اساس ايه؟ هو الاساس يبقى في شيء من المكاشفه والمصارحه بينهم، ويبقى كده الامور احنا كلنا اسره واحده، والهدف بتاعنا واحد، عاوزين نربي اولادنا، عاوزين نتقي ربنا سبحانه وتعالى، ونكون اسره صالحه مصلحه تفيد المجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله. فضلت الشيخ، لسه قدامنا حاجات كثيره جدا هنتكلم فيها، صلاحيه الرساله للمجتمع، صلاحيه الرساله لكل زمان ومكان. احنا ما خلصناش كل ده، هنكمله كل ده هنكمله بس بعد الفاصل. حاضر. فاصل قصير ونرجع لحضرتك تاني. الله المستعان. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود اليكم بعد قليل، خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته، وبرنامج هذا ديننا.
والمحبة والجمال. ورجعنا لكم تاني عزيزي المشاهدين بعد فاصل. بيشرفني برضو يكون معايا فضل الشيخ علي مصطفى إن شاء الله، وإحنا في حديثنا في هذه الحلقة عن الرسالة الإسلامية وكيف أثرت الرسالة الإسلامية في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيجاب وليس بالسلب. بنشوف أن الرسالة الإسلامية كانت لها تأثير قوي جدا في بناء الإنسان وفي بناء المجتمع، وكانت هذه الرسالة صالحة لكل زمان ومكان. طبعا إحنا معاكم متواصلين حول الرسالة الإسلامية وتأثيرها الإيجابي على المجتمعات وعلى الزمان والمكان، وبيشرفني يكون فضيلة الشيخ معنا علي مصطفى اللي حدثنا عن الرسالة الإسلامية. طبعا من خصائص الرسالة فضيلة الشيخ إن هي أثرت على الإنسان بالإيجاب. نعم. وجعلت الإنسان مهذب، جاءت لتهذيب الإنسان وتخليه عن بعض الصفات المذمومة وتمسكه بالصفات الحميدة، وهي صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شمائل للدعوة الإسلامية، وما جاء به القرآن الكريم من شمائل ليعلم الناس كيف يتعاملون مع أنفسهم وكيف يتعاملون مع الآخر. فضلتك بنلاقي أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعل هناك مدرسة، اللهم صل، وتلك علي. المدرسة تخرج منها كبار الصحابة رضي الله عنه، الذين هم يعني أتوا بثمار تلك المدرسة إلينا في هذه الكتب التي بين يدينا الآن. وبنشوف أن السنة المحمدية كانت بين إيدينا دلوقتي وأصبحت بين إيدينا من خلال الكتب اللي بنشوفها ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية. كل هذه العلوم الإسلامية التي انبثقت من النبي صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إزاي إحنا كمسلمين الآن وصلت إلينا الرسالة المحمدية كتاب الله الكريم القرآن الكريم، إزاي هذا الكتاب نعرف إن إحنا نتعامل معاه؟ الكتاب يحدثنا ويكلمنا وفيه من العبر والقصص، وفيه وما يعني الكتاب، هذا الكتاب في كل شيء، ما فرطنا في الكتاب وما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء عايز تسأل عنه في القرآن الكريم. كيف نقرأ هذا القرآن قراءة صحيحة وفهما صحيحا حتى نهذب أنفسنا ويكون صالحا لمجتمعنا وزماننا؟ الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب وسلم يا مولانا تسليما كثيرا. لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. على مكث يعني إيه؟ بروية، بتؤدة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى إذن الهدف تدبر معاني القرآن، تدبر كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يحق القول على الكافرين ليه؟ لأنهم لم ينتبهوا لما فيه من المعاني الرائعة الرائجة الجميلة العظيمة التي تصلحهم في الدنيا وفي الأخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى القرآن الكريم لابد فيه من تدبر، قراءة متأنية على مكث، قراءة فيها من التدبر ما فيها، أن يعي الإنسان كل كلام وكل ما في هذا النص القرآني المنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما احنا نعمل كده نفهم القرآن، لكن قراءة اللي هي زي قراءة الجرايد دي ما تنفعش. قراية لا يقرأ أحدكم القرآن ويكون همه نهاية السورة أو نهاية الآية، لا، أنا بقرأ بتلذذ بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن أنا ده متعبد بتلاوته، أنا بتعبد ربنا سبحانه وتعالى بعبده وأنا بقرأ في المصحف وأنا بنظر للمصحف وأنا بفهم المصحف. محتاجين عشان نعم، هو الهدف من القرآن إيه؟ العمل. طب عشان أعمل لازم أعلم، وعشان أعلم لازم أتدبر، لازم مراحل. يبقى العمل مرحلة نهائية،
طب المراحل التي تسبقه لازم علم. يبقى أعلم ما في القرآن على قدر طاقتي. على الأقل كل معنى أعدي عليه كده أشوف هو إيه مع إيه معناه عشان أقدر أشتغل. ربنا بيأمرني بالصلاة. طب الصلاة بالزكاة بالصيام بكذا بكذا بالحج. لازم أبقى عارف أعلم ما في القرآن. ثم أنظر وأفتش في سنة سيدنا رسول الله لأنها هي المذكرة التفسيرية لكلام رب العالمين. أنا من غير سنة سيدنا النبي أنا ما يعرفش. قال لي صلي. طب الصلاة في اللغة يعني الدعاء. طيب أقيم الصلاة ده يعني أدعي ربنا. أقعد أدعي ربنا. لكن الصلاة الشرعية 5 صلوات في اليوم والليل اللي هو في رحلة المعراج. لما وصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان لم ولن يصل إليه مخلوق قبله ولا بعده. جبرا لخاطره. على صبره. على كأنه كده إجادة لأنه صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة في هذه الفترة 11 سنة ولا 12 سنة من البعثة وأبلى فيها بلاء حسنا. فده كان الجزاء. ده كان جبر بخاطر سيدنا النبي. رحلتين حصلوا لسيدنا النبي. رحلة أرضية من بيت المقدس من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس ويجيب له عربية خصيصة ليه صنعت واحدة بس لسيدنا النبي اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. دابة صنعت خصيصا لسيدنا رسول الله. وبعد كده دي الرحلة الأرضية وينزل كل الأنبياء السابقين عشان يعرفوا ان احنا بنكمل بعضنا. ان انا لست يا محمد بدعا من الرسل ابدا. انما انت مكمل. جئتكم بالحنيفية السمحة. مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وهذبه إلا موضع لبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. إنما بعثت لأتمم مكارم معالي الأخلاق مكارم الأخلاق صالح الأخلاق أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم عشان يبين الأنبياء كلهم واحد صحيح. كلهم بيدعوا إلى نفس الطريق إلى نفس المنهج ولكن مع اختلاف الرسالات اختلاف الأوقات اختلاف الناس الأشخاص كل دي بتخلي الرسالة تكون فيها شبه اختلاف. اختلاف مش في الغوهر في الطريقة والأسلوب في العرض. القرآن اللي فارق عن كل الرسالات اللي فاتت أنه صالح لكل زمان ومكان أنه جعله الله سبحانه وتعالى لينير للناس دروبهم إلى قيام الساعة إلى أبد الأبدين. ده الفارق. إنما كانت رسالة التوراة لناس معينة ما كانش فيها عموم ده خصوص لبني إسرائيل وزمان معين من بني إسرائيل لأن هيحصل نسخ للرسالة ويجي بعد كده سيدنا عيسى وبينهم أنبياء كتير. بينهم أنبياء كتير. ما سيدنا موسى رسول سيدنا عيسى رسول. الرسالة أعم من النبوة. الرسالة والنبوة هناخدها بقى ونفرق بين الرسالة والنبوة. هناخد الاتصال ونرجع لحضرتك تاني. أستاذ علي معنا. ألو معنا اتصال أستاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. سؤال حضرتك وطي بس التلفزيون لو سمحت. أنا كان معايا كان عندي سؤال بتاع عند بنتي. انا عندي بنتي زي ما تقول كانت مخطوبه وكانت الحمام تستحمى وفجاه طلعت عريانه وتصوت وتقول الحقوني ومش الحقوني بيقطعوا فيا ومش بيقطعوا فيا وشايف حاجات وحشه يا ماما والحقوني طلع من الحمام تجري فغطوها وسطروها واتصلوا بيا فلما جيت لقيت طبعها متغير وتصوت وتعيط طول الحقني يا بابا ده بيقطعوا فيا وعاوزين يموتوا خطيبي والكلام ده كله يعني. فانا حطيت ايدي على راسها وقريت قل هو الله احد والمعوذتين. تمام. وخلاص على كده وتمام الحمد لله وقلت خلاص كده تمام يعني مفيش حاجة. يعني اتجوزت بعد ما اتجوزت يعني ما حصلش نصيب. فطلقت. فجت يعني كانت يعني زي ما تقولنا يعني جوزها ده
ما خلاص واتجهت بقى للحاجات الوحشه. فطبعا لما طلقت إيه؟ جيت بعد سنه اتجوزت تاني. ايوه اتجوزت، ربنا كرمها بعيل. تمام. فمن قيمه اسبوع كده ولا حاجه، فزي ما تقول يعني على النت وبتاع اتعرفت بشاب غير جوزها وبتاع، فجاء جوزها فجاه لقاها فوق باين بيصلح لها حنفيه ولا ايه بالظبط، فاتهموها فالله اعلم. فيعني انا بشك ان هي يعني في حاجه بتدفعها للحاجه دي. يعني حالتها الطبيعيه مش كويسه. انت شاكك اللي يخليها بتعمل كده الحاجات اللي مش كويسه ديت، ان في حاجه بتاثر عليها هي اللي بتخليها تعمل الحاجات اللي مش كويسه دي. حتى جوزها برضه بيقول لي يعني يا عم سعيد، يعني انا يا عم علي الحقيقه يعني طيب. يعني بحس ان هي لما بحط ايدي عليها او بلمسها وبتاع بحس ان انا زي الغريب عني. طيب فضلت الشيخ لو في حاجه عايز تقولها له او تستفسر عن شيء. هي بتصلي يا حاج علي؟ امورنا ماشي. بقول لك هي بتصلي؟ نعم. يا بتصلي ولا لا؟ الحمد لله ده انا ما بسيبش فرض، انا بصلي. هي اللي بتصلي؟ بتصلي وبتقرا قران. والله ما شاء الله. بتصلي وبتقرا قران. طب وبتحس بحاجه وهي بتصلي او بتقرا قران؟ بتصلي وبتقرا قران. وطي التلفزيون بس. ماشي يا حاج علي خلاص. طب فضلت شيخ هيجاوبك. حاضر هيجاوبك، خليك معانا وتابع الحلقه. شكرا لاتصالك حاج علي. طبعا شبيه لل ده هو نفس السؤال اللي فات، ممكن هو زوجها ولا حاجه ممكن، ولكن الاولانيه ما فسرتش اذا كانت انفصلت ولا لا، ولكن أيوة هو بيقول ان الزوج برضو لقاها بتكلم حد برضو عن طريق هل الجن يقدر ياثر يخلي واحد يسرق، يخلي واحد يفعل الفاحشه؟ لا طبعا. الجن اخر وسوسه يا دكتور. ايوه الجن اخر وسوسه مع الانسان، لا هيمسك ايديا يقول لي اعمل المحرم ولا، لكن كله هيشتغل على الدماغ. طب فضلتك يعني بناء يعني على هامش الوسوسه اللي حضرتك بتقول عليها، طب ما ابليس وسوس لادم. جميل وفعل وجعل، يعني هو وسوسته خلته ان هو ادم عليه السلام ياكل من الشجره، والله سبحانه وتعالى كان امره ان هو ما ياكلش من الشجره. أيوة. فهل الوسوسه بتاثر على الانسان تاثير قوي جدا حتى ان هو يفعل هذا الشيء اللي هو امر الا يفعله؟ احنا القصص القراني يا استاذي كله بيكمل بعضه. هنلاقي قصه سيدنا ادم فوسوس فازلهما، فهنلاقي كده الالفاظ القرانيه في مثل هذا اللي عمله الشيطان. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. يبقى ده نصح، يبقى جعلها وسوسه في مره، جعلها نصيحه في مره، يبقى كان الشيطان مش مره واحده جاي لسيدنا ادم والحواء ولزوجته. ابدا، ده اكتر من مره. وده حال الشياطين من انس وجن. يعني مش الاول وهله كده، اصل ان الشيطان يتملك الانسان ده كانت الدنيا باظت. ان الانسان خلاص كده هو عمل كده يعني غلاف على عقل الانسان او على قلب الانسان، ده كده اصبح بقى بقينا كائنات اشباح. اشباح وعرائس كده بنتحرك، الشيطان هو اللي بيحركنا. لكن الشيطان قوي ولا ضعيف؟ ان كيد الشيطان كان ضعيفا. كان ضعيف، ضعيف جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص مش الشيطان. قمت الشيطان كان قوي شوية، وقمت اتوضيت خلاص انزح وبعد. قريت آية الكرسي خلاص. فإذا يا أستاذي دي شماعة الناس بتعملها. يبقى إذا عاوزين نفرق وسوسة، الوسوسة اللي حصلت سيدنا آدم قلنا ما كانتش مرة واحدة، كانت صور مختلفة. وسوس أزل، نصح نصح، قال لهم خلي بالكم، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال له أنت عارف الملائكة دول، هو سيدنا آدم بص وعارف إن هو إنسان ليه بداية وليه نهاية. طب الملائكة دول ليهم بداية لكن نهايتهم إيه؟ إلى ما شاء الله. قال له إيه رأيك؟ شايف الملائكة اللي بتطوف حوالين العرش؟ شايف الملائكة السجد دول من ساعة ما ربنا خلقهم مساجدين؟ أنت ممكن تبقى زيهم. ليه عملوا إيه؟ قال كلوا من الشجرة ديت. فسيدنا آدم نسي حتى كده، فنسيا ولم نجد له
عزمة. بس كل خطيئة سيدنا آدم نسيان، تناسى أمر الله، ولكن لما تاب تاب الله عليه وهداه الله سبحانه وتعالى. وأصلا آدم مش مخلوق للجنة، إني جاعل في الإيه؟ في الأرض خليفة. ده من أول لحظة من قبل خلق سيدنا آدم أصلا. فسيدنا آدم واللي يقول لك أصل حواء أخرجت آدم من الجنة، أصل معصية آدم هي لا 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 لا، هو أصلا خلق للأرض لم يخلق للجنة. وإنما قال له هذا المكان لك ولأولادك الطائعين الصالحين، إذا أنت أطعت فكنت في هذا المقام وفي هذا المكان. فعشان يجي بعد كده يقول لأولاده من بعد، يقول له أنا كنت في الجنة وفيها كذا وفيها كيت وكيت وكيت، وابتدي زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شرح لنا ووضح لنا ما في الجنة، فيها ما لا عين رأت، رأيت فيها نبق كأذان الفيلة، ويشرح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورقوها كأذان الفيلة ونبقها كقلال هجر، قلال كانت بتصنع في هذه القبيلة هجر. فالوسوسة اللي حصلت لسيدنا آدم كانت كذا مرة، وكانت عبارة عن نصيحة في بعض الأوقات من الشيطان. الشيطان مش يمسك إيد حد اسرق، مش هيمسك لسان حد يقوله اشتمه ابدا، انما هو بيلعب على جزء بسيط. لذلك لما احد الصحابه قال لسيدنا النبي اني يا رسول الله يخيل الي كذا واظن في كذا، فقال صلى الله عليه وسلم هذا هو الشيطان، فاذا وجدت هذا في نفسك فاستعذ بالله. وسيدنا النبي يقول ايه في الاخر؟ الحمد لله الذي جعل كيد الشيطان في وسوسته. مش ربنا يقول كده في القرآن سورة الناس؟ الذي يوسوس في صدور الناس، آخر وسوسة. إنما أنا أعمل شماعة، أصلي أنا رحت عشان الشيطان ضحك علي، أصلي أنا فعلت الفاحشة، عياذا بالله طبعا. لا، هذا كلام ما ينفعش. أنا كده ضعيف، أنا محتاج أبقى قوي. الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة، صبر الصيام والصلاة العلاقة اللي بيني وبين ربنا الجميلة، صلاة حقيقية. عمر أبدا ما يبقى الشيطان ليه حظ، أصل فريق في الجنة وفريق في السعير. حزب الله، حزب الرحمن، حزب الشيطان. أنا كنت مع ربنا في حزب الرحمن، عمري أبدا ما أكون في حزب الشيطان. طب ما كنتش في حزب الرحمن، لا محالة أكون في حزب الشيطان. إذن نواظب على الصلاة والأذكار وتلاوة القرآن، هيكون لنا حرز من الشيطان طبعا الرجيم. ناخد اتصال ونرجع لحضرتك تاني. مدام عطيات اتفضل. ألو، معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ اتفضل يا فندم، معاك فضيله الشيخ. عايز اقول لفضيله الشيخ ان انا بيطلع لي في قلبي الشقه روح واحد حد يعني، وبيجري في الشقه. عايشه لوحدك يعني؟ نعم. عايشه لوحدك يا ستي؟ انا قاعده لوحدي. انت عندك كام سنه؟ ده انا عندي 60 سنه. ربنا يديك الصحه والعافيه. عيلين متجوزين، ولادي اتجوزوا الاثنين، وانا بس من زمان عندنا الحالة دي بقالي أكتر من 27 سنة. بتشوفي نفس الحاجات دي؟ وبيطلع حضرتك بيطلع حد في قلب الشقة، والله بشوفه ساعات تبقى أبيض كده وعينين منورة، وساعات أسمر. وبيعمل إيه؟ وساعات جن والله. بيقول لك إيه طيب يا ست عطيات؟ بيقول لك إيه أو بيعمل إيه يعني؟ كنت ساعات بقيت كده قرآن، الاخر بعد كده بصيت ما لقيتش القران، ويأذي فينا وبنعيا وبنتمرض وبنتأذي. لا، المرض ده باذن الله هو الشافي المعافي. نعم، ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي، هو الضار وهو النافع. لازم احنا طبعا متكلين على ربنا كل شيء. بس مش عارفه يعني ممكن حد يصرفه من قلب الشقه مثلا شيء بالقران يا ستي؟ بالقران ومظبط يعني؟ صدقني وتامن بالله، انا طول عمري مربيه ولادي اهو 30 سنه ما نعرف غير القران ونصلي والله العظيم ثلاثه ما شاء الله. مش من الناس اللي قلت لهم هو ياكل الفرجه ويا الحاجات دي، والله صدقني والله ربنا عالم. طب حاولي تشغلي اذاعه القران الكريم على طول في البيت، سوره البقره على طول. والله شغلها على طول والله صدقني. طيب حضرتك اسمعي فضيله الشيخ هيجاوبك ان شاء الله، وشكرا لاتصالك وتابعينا يا فندم، شكرا لحضرتك. برضو الحلقه النهارده ماشيه في مسار في اطار تاني خالص، في اطار معانا، ولكن احنا بنسعد باسئله الساده المشاهدين في اي مجال هم بيسالوا فيه، وبنحاول نجاوب من خلال الكتاب والسنه طبعا. يعني حضرتك هترجع برضو لما قلته من قبل، وهو الاذكار والمواظبه على تلاوه القران. بس في حاجه اصلي في الصلاه على معظم الحاجات ديت يا استاذي بتبقى تهيؤات. ايوه، مش ملاش اساس من الصحه. ايوه،
وقد يكون انا عشان انا قاعد لوحدي انا بتخيل حاجات هي مش موجوده بالفعل. فانا دايما يعني يا ريت اولادها يعني يحاولوا يقعدوا معاها، ما هي برضو دي من الوحده وده غلط. هو من السنه ان الانسان يعيش في وحده؟ لا طبعا، لا طبعا. ايوه الانسان مدني بطبعه. ايوه والانسان سمي انسانا لانسه لانه يأنس الى غيره وغيره يأنس اليه. الانسان ما ينفعش انه يعيش لوحده ابدا، ده بالعكس ده تعذيب. حتى لما يأذن بالله حد يدخل السجن ولا حاجه ويزيدوا ليه في النكال يعملوا ايه؟ سجن انفراد. حبس انفرادي. لما زمان كانوا يقول لك النفي ينفوا مصطفى كامل وهؤلاء الوجهاء رحمه الله عليهم جميعا واحمد شوقي بيك وغيرهم، فكانوا ينفوه يبعدوه عن الناس عن اللغه اللي بيعرفوا كده، هم كده عاقبوه. عقاب. احنا ليه بنعاقب ابائنا ليه؟ ليه بنعاقب نفسنا ليه؟ الوحده دي شيء مش كويس. الشيطان قريب من الواحد وهو من الاثنين ابعد وهو من الثلاثه ابعد. ليه ما نعيش فين الاولاد؟ فين الاولاد؟ فين الجيران؟ احنا لازم يبقى في حياه في وحركه في البيت. ده اللي حضرتك هياخدنا للرساله المحمديه صالحه لاصلاح المجتمع طبعا. ولكن هناخدها بعد اتصال الاستاذه ناديه ونرجع لحضرتك. الله المستعان. استاذه ناديه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم واشرف البرنامج منورين الشاشه يا فندم. منور حضرتك يا استاذ. شكرا ليكي. عندي سؤال واحد بس لو سمحت. اتفضلي. طب نسال على رسولنا الكريم الاول. اللهم صل على سيدنا محمد. عليه الصلاه والسلام. صلاه ربانيه نورانيه تسمو بها الارواح وتنور بها العقول وتطهر بها القلوب ويشفي بها البدن من كل داء وشكر. اللهم امين يا رب. طيب عندي سؤال بقى حضرتك في سوره الاحزاب. اتفضلي يا فندم. الايه اللي بتقول والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. انا عايز اعرف من حضرتك ما الفرق بين الاسلام وبين الايمان؟ وهل الايمان هو درجه اعلى من الاسلام؟ حاضر يا فندم. متشكرة قوي يا فندم. شكرا لاتصالك وتابعينا واسمعي الاجابه من فضيله الشيخ. شكرا. فضيله الشيخ برضو يعني برضو هي السؤال بتاعها في اطار حلقتنا وهو الرساله المحمديه صالحه لكل زمان ومكان، والرساله المحمديه جاءت لتفرقه بين الحق والباطل. ولما بنيجي نتكلم عن الحق بنلاقي الاسلام والايمان، وربنا سبحانه وتعالى فسر في كتابه ووضح في كتابه ان هناك مسلمين وهناك مؤمنين. ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ ده اللي هتوضحه لنا للإجابة على هذا السؤال. هناك فارق كبير بين الإسلام وبين الإيمان. بعض العلماء قال بأنه إذا افترقوا اجتمعوا في المعنى، وإذا اجتمعوا في النص افترقوا في المعنى. يعني زي الآية ديت أو قالت الأعراب آمنا، هم قالوا إحنا آمنا، فربنا قال لهم لا، بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم لسه. وكأن دي مرحلة دنيا. يبقى البداية المفتاح والباب هو الإسلام. إيه الإسلام؟ يعني حديث جبريل حديث ماتع وعظيم في هذا الأمر وفاصل في هذا الأمر. فاصل في هذا الأمر. جاء جبريل وأسند ركبتيه، طبعا هم ما كانوش يعرفوا أنه جبريل. بين نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. استغراب. حاجة غريبة بقى. أصلهم في الصحراء. إن أنت تمشي شوية في الصحراء ده أنت تبقى مغبر ومطرب. أيوه. لكن ده راجل إيه النظافة وإيه الوجاه؟ ده لسه واخد دش حالا. واللبس لسه مكوي. لسه التنترليه لسه الراجل جايبه له. يعني تمام. الشكل العام ان هو خارج من جنب المسجد. ان بيت الراجل ده جنب المسجد لازق في المسجد. شديد سواد الشعر بياض الثياب. طيب ده حد ده جنبنا هنا؟ لا، ولا يعرفه منا احد. يبقى اذا ده حد غريب. طيب فدخل وسلم واسند ركبتيه الى ركبتي الحبيب صلى الله عليه وسلم. اذا ده في قرب. اصل مش هتدخل ابدا تسلم على كبير القوم الا وتقعد قدامه كده بالصوره دي الا اذا كنت ايه في بينكم علاقه واصله. دي اللي هيوضحها سيدنا النبي في نهايه الحديث. وجعل يديه على فخذيه، يعني كمان ايه حاطط ايديه على فخذ سيدنا النبي. شوف القرب قد ايه والصله قد ايه. وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام. قال ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت
إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت. فعجبنا يسأله ويصدقه. تصديق ده يعني معناه إيه؟ أنا متأكد من الإجابة. طب منين أنت بتسأل؟ مش عارف. ومنين بتقول صدقت؟ يعني أنت عارف، أنت عارف الإجابة وعدوها وخلاص. ثم قال ما الإيمان؟ يبقى إذن في مغايرة بين الإسلام وحقيقته، فرق بقى بين الإسلام وبين الإيمان وطبيعته. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذن أدي الإسلام وأدي الإيمان. سألوا سؤال منفرد عن الإسلام اللي هو الأمور الظاهرة. الأمور اللي إيه؟ يبقى إذن هو المفتاح والباب هو الإسلام. تشهد أن لا إله إلا الله، تصلي، تصوم، تحج، تزكي، ده الإسلام. دي أركان الإسلام اللي إيه؟ الخمس. في أركان الإيمان الستة. آه. اللي هي أن تؤمن بالله، أنه واحد أحد فرد صمد، هو الرازق، هو القادر، هو الشافي، هو المعافي، هو الكل في الكل سبحانه وتعالى. وتؤمن بملائكته، أجسام نورانية خلقها الله سبحانه وتعالى لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا تأكل ولا تشرب ولا تتكاثر. هناك ملائكة، سيدنا النبي لما صعد في رحلة المعراج قال رأيت ملائكة يطوفون حول البيت المعمور كل يوم يدخله 60,000 لا يعودون. ورأيت ملائكة سجد منذ خلق الله سبحانه وتعالى. هي شغلها كده، ناس بتركع وناس سجدة وناس بتطوف وناس، كل ملك ليه وظيفة. فنؤمن بهذا الأمر. وتؤمن بالكتب، التوراة والزبور والإنجيل أنزلت، والقرآن الكريم خاتمهم وسيدهم جميعا سبحان الله، وأعمهم جميعا وأشملهم جميعا. وتؤمن بالرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. كم 100,000 نبي ورسول، 124,000 نبي عدد كثير. طيب هم كم موجود في القرآن؟ 25، 18 في سورة الأنعام، وسبعة متفرقين في آدم وهود ومتفرقين في بقية السور. فإحنا تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أول منازل الدار الآخرة القبر أول حاجة. ثم تؤمن بالصراط، جسر ممدود بين ظهراني جهنم. وتؤمن بالجنة وأنها دار الطائع الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى له وجعله من سكانها سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. آمين يا رب. آمين يا رب. وتؤمن بالنار وأنها دار العقاب والعذاب يوم القيامة. فدي اليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره، لأن كل قضاء الله خير، لأن والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. بل هو خير. بل هو خير. يبقى إذن في فرق كبير جدا بين الإسلام والإيمان. الإسلام كأنه هو الباب وهو المفتاح وهو البداية، والإيمان هو ما استقر ولم يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى علم الغيوب. علم الغيوب. أنا أخذ اتصال من رجل حد تاني. معنا اتصال. اتفضل. في اتصال معنا. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. أنا عايزة أسأل سؤال لحضراتكم وأدعي دعاء. اتفضلي. ما هو معنى الإنصاف وكيف يحقق الإنسان هذا الخلق في حياته؟ الإيه؟ الإنصاف؟ الإنصاف. الإنصاف. حاضر. عاوزة أدعي لحضراتكم دعاء. اتفضلي. يا رب يا كريم، نور حياتكم باليقين ومتعكم برؤية الحبيب في الدارين، وسلمكم من كل عين وارفعكم في أعلى جنات النعيم. اللهم وفقكم لأداء الطاعة على أكمل وجه، واكتب لكم السعادة في السماء والأرض، وامحو عنكم كل وزر، وثبت قلوبكم على الدين، ونجيكم من النار، وارحمكم برحمتي الواسعة على الدوام، محقق لكم ما تتمنوه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. آمين آمين آمين. أحلى اتصال، أحلى اتصال منك، وأحلى دعاء. بسم الله ما شاء الله. وربنا يتقبل منا ومنك، واسمع الإجابة من فضلة الشيخ. شكرا ليك. طبعا يعني دعاء جميل ومن القلب للقلب. ما شاء الله يا رب. يعني الحمد لله ربنا يتقبل منها إن شاء الله، يعني نشوفها كده نحسبها على خير بإذن الله. الإنصاف بقى فضلت الشيخ، ونجاوب بها على سؤالها، ما هو الإنصاف؟ الإنصاف هو إعطاء الحق لأهله وعدم الجور.
يبقى الإنصاف والعدل. من أسماء الله عز وجل العدل. من أسماء الله سبحانه وتعالى الحق. مش حق بس، حق مبين سبحانه وتعالى عز وجل. فالإنسان يتناصف يعني إيه؟ يعني يوصل الحق إلى أربابه وإلى أصحابه. لما حد يطلب الشهادة ينصف ويقول الحق، يعدل في القضية ولا يسير بالهوى ولا يسير بالشك والظن، لا لازم بغلبة الظن، لازم باليقين. إنما مش كده وخلاص. لما يجي لك واحد مثلا قضية معينة ولازم فيها طرفين، زوج وزوجة، شريك وشريك، ما ينفعش تفصل في القضية انت سمعت طرف واحد بس، ما ينفعش شرعا، ما ينفعش عقلا، ما ينفعش انا سمعت من طريق واحد بس، لازم اسمع من طرفين. اكون منصف. وده حال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لما يجي له حد يقول له اذا كان حقا ما تقول، لان الله اعلم بكلامك، ويسأل الطرف الثاني حقا ما قال فلان، فيبتدي يعدل ويبتدي يفصل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في القضية. يبقى لازم من العدالة والتناصف والإنصاف أن تسمع جيدا للشاكي، إذا كان القضية فيها طرف تاني لابد أن تسمع للطرف التاني، وجب عليك شرعا، شرعا لازم تسمع له، وتسمع له بحيادية، ما تبقاش أنت بقى إيه يعني مايل للطرف ده قوي عشان هو الاول، هو الاسبق، فهو ليه مكان في قلبك، هو طبيعه القلب كده للاسف الشديد، يميل او فلانه دي جات وبكت فهي اثرت في دي مش عارف ايه، طب ربما هي اصلا هي السبب في المشكله، ربما اللي هي بتشتكيه هو حصل فعلا بس كان رد فعل لفعلها هي، هي عملت حاجه غلط وربما هي السبب في كل شيء. فلازم من الانصاف والعداله والحق ان انا اعطي لكل ذي حق حقه، بايه؟ اول حاجه اسمع الشكوى كويس جدا وابتدي افصل فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. في نهايه هذا الحلقة انا بشكرك فضيله الشيخ، وقتنا انتهى، وعلى امل وعد يتجدد اللقاء معك ان شاء الله، والمواضيع كتيره وهنتكلم في حاجات كتيره قوي تفيد الناس اللي بيشوفونا ان شاء الله. شكرا ليك فضيله الشيخ علي مصطفى ان شاء الله. الله يبارك فيكم ويرضى عنكم. امين يا رب العالمين. اعزائي المشاهدين، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني ان اتقدم بالشكر فضيله الشيخ علي مصطفى من علماء الازهر الشريف، وعلى امل وعد ان يتجدد معكم اللقاء في حلقات اخرى من برنامج هذا ديننا. كان معكم هاني فرماوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.